والوصية يا أخوتي في ختام هذه الدروس بأمور أذكرها على سبيل الإيجاز. أولا يا إخوة، أوصي نفسي وإياكم بأن نفرح بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، واحمدهم سبحانه واشكر على ما من به عليك من نعمة التوحيد التي ورب السماء لا يوازيها شيء من النعم على وجه الأرض. اليوم كثير من الناس وفي باطنها أكثر، كم منهم من يعبد بوذا أو الصليب أو عيسى أو الأصنام، أو هو ملحد أو لا ديني، أو هو يدعي الإسلام وهو من عباد القباب والقبور. وأنت هداك الله واجتباك ووفقك لأن لا يسجد وجهك ولا تنحني جبهتك إلا له تبارك وتعالى، ولا يلتفت قلبك محبة وخوفا ورجاء إلا إليه. يا أيها الرجل، أترى نعمة أعظم من هذه النعم؟ والله لو حيزت لك الدنيا بكل ما فيها لم تساوي شيئا أمام هذه النعمة، فاحمد الله، أكثر من حمد الله على هذا الفضل العظيم، أن قلبك مطمئن بالإيمان، مطمئن بالتوحيد، فرح بالإسلام والسنة، لا تخالجك الشكوك والشبهات التي صرفت كثيرا من الناس عياذا بالله عن هذا الخير، فالأمر كله منه وإليه، فاحمد الله. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الوصية الثانية، الوصية لنفسي ولكم، الثبات، اثبتوا ثبتكم الله، جاهدوا أنفسكم، فالزمن زمن صعب والأجواء ملبدة بالغيوم، غيوم الشبهات وغيوم الشهوات، وكلاهما صارف عن الحق، فرابطوا على ثغور القلوب والألسنة والجوارح، وتفطنوا وتنبهوا وتبصروا وحذاري من الغفلة. إياك أن يأسرك الشيطان فتضل عن الصراط المستقيم. الوصية الثالثة، زد في تعلم التوحيد، إنه من أعظم أسباب الثبات عليه. انظر لنفسك كم استفدت من هذا المتن ومن غيره من متون التوحيد، وتجلت أمام عينيك مسائل كثير من الناس جاهل بها وغافل عنها، فازدد وتبحر وعب من هذا العلم عبا، ولا تتقاصر منه شيئا، بل انظر ثم أعد النظر ثم كرر النظر في مسائل التوحيد حتى تسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا سببا للثبات. الوصية الرابعة يا إخوة، الله الله بالدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد إنما ينهض بها الصادقون، والمقام مقام توفيق واجتباء، فما أحسن وما أعظم هذه المنة أن يسلكك الله عز وجل في سلك الدعاة إلى التوحيد، فقليل هم الدعاة إلى التوحيد مع الأسف، قليل هم الدعاة إلى التوحيد. الموحدون
بحمد الله في المسلمين كثير، ولكن أنت ترى أمام عينيك أن دعاة إلى التوحيد ماذا؟ قليلون. واعلم أنك أنت المحتاج إلى الدعوة إلى التوحيد، وإلا فالله غالب على أمره والتوحيد منصور بك أو بغيرك. إنما نحن ندعو إلى التوحيد لأننا نحن المحتاجون إلى هذه الدعوة، محتاجون إليها لأنها سبب من أسباب الثبات، ومحتاجون إليها لأن بالدعوة إلى التوحيد نؤدي الأمانة المعلقة برقابنا. فإن هذه الدعوة ليست أمرا ثانويا أو زائدا أو اختياريا، والله كما شاء، إن شئت أدعو إن شئت لا أدعو، لا والله المقام أكبر من ذلك بكثير. أنت عبد لله وواجب عليك أن تدعو إليه، وأعظم ما في دين الله بل أعظم ما في كل الأديان والكتب المنزلة ورسالات الأنبياء المرسلة، أعظم ما في ذلك توحيد الله. إذن الله الله يا إخوتاه ببيان التوحيد للناس وبيان ضده، وأن تكون دعوتنا له دعوة مفصلة بالأسلوب الحسن والطريقة الحكيمة، فينفع الله سبحانه وتعالى بك وبدعوتك. والذي أعطى غيرك قادر على أن يعطيك، انظر إلى هذه النعمة العظيمة التي نحسب أن الله تبارك وتعالى أعطاها للمؤلف الشيخ، حتى إن كتبه كتب التوحيد قد شرقت وغربت، وتجد أنها تدرس في كثير من البلدان، صح ولا لا؟ وهو رجل واحد بدأ بطلب العلم، استشعر أهمية الدعوة إلى الله فشمر وجاهد واجتهد، ففتح الله سبحانه وتعالى له هذا الخير. نسأل الله أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته. وخزائن الله ملأ، الله عز وجل فضله واسع، فالذي أعطى هذا الشيخ قادر على أن يعطيك، فيجعلك للمتقين إماما، يجعلك إماما من أئمة التوحيد والدعاة إليه. لا تحقر من المعروف شيئا، ولا ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يلتفت إلى هذا، لا، النظر إلى النتائج ليس إلينا، الواجب علينا النظر الشرعي، أما النتائج فهذا باب قدري، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولربما كانت دعوتك وكلامك وكتابتك لا يظهر لها أثر إلا بعد أن توسد في التراب. كثير من ثمرات دعوة الشيخ رحمه الله ما ظهرت إلا بعد وفاته، صح ولا لا؟ هذه الجامعة وهذا الخير العظيم الذي نتفيأ ظلاله بفضل الله في هذه البلاد الطيبة، كل ذلك ثمرة من ثمرات الدعوة إلى التوحيد التي نهض بها إمام الدعوة رحمه الله، والفضل لله أولا وآخرا. فالوصية يا إخوتاه بالاجتهاد، أنت ترى أعداء الله أهل نشاط ومثابرة وتعاون على بث الشبه، وقد علمت طرفا من ذلك وسقت لك شواهد كثيرة، فهل ثمة مجال للتقاعس بعد كل هذا؟ أنت صاحب حق، معك النور ومعك أسباب الخير والهداية، ثم تتقاعس عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بيان التوحيد والسنة، التحذير من الكفر والبدعة؟ هذا في الحقيقة خذلة. فسل ربك أن يجعلك للمتقين إماما، وأن يجعلك سبب هداية وداعية خير، وإذا وفقت إلى هذا فقد وفقت إلى خير كثير ورب السماء. يذهب الناس بالدنيا والعقارات والسيارات والحسابات البنكية، وتذهب أنت بالدعوة إلى التوحيد، والله إنك أنت الرابح في هذه الصفقة.